ان شاء الله محاضره رقم 8 الكونستراكشن كورس اسمه اناليسيس. يعني النهارده هتبقى يعني تقيله شويه وطويله شويه. هنتكلم بقى عن الجزء بتاع الفاينانس والكاش فلوز والاوفر درافت والكلام ده. ان شاء الله يعني هجتهد ان احاول اخلي الموضوع بسيط قدر الاستطاعه، بحيث يكون في نفس الوقت طبعا ما يبقاش اللي هو يعني سطحي، يعني بحيث في النهايه يعني نوفي احتياجات لو انت لسه طالب او لو انت راجل في الماركت بقالك 20 سنه كلام من ده، بحس يعني ضغطت كل الناس. تمام، احنا كده خلاص يعني خلصنا الاستيميتنج سواء الرف او الديتيل. ممكن بس يتبقى لنا يعني لما يبقى عندي وقت هعمل مثلا كمان كام فيديو على مثلا اللي هي الحالات الخاصه بالكونستراكشن والكلام ده، البيت دوكيومنتس والكلام ده. النهارده هنخلص اناليسيز، اوريدي اتكلمنا قبل كده عن الريكاب شيت والبروفيت، هنتكلم على الكاش فلوز والاوفر درافت والبيد ان بالانسنج والكلام ده النهارده. هنبدا نتكلم مبدئيا على البروجكت فاينانس او التمويل بتاع المشروع بيبقى ماشي ازاي. طيب الفلوس بتمشي ازاي او دوره الفلوس بتبقى ماشيه ازاي؟ انت كاونر او ديفلوبر انت بيبقى عندك مثلا قطعه الارض بتاعتك او هتشتري قطعه الارض ولسه وهتحاسب المقاول والكلام ده. الفلوس بتروح منك للمقاول العمومي اللي هو المقاول العام اللي ماسك الشغل كله. بعد كده المقاول العام لو في تحتيه مقاولين باطن او موردين بيديهم الفلوس. طيب الاونر بيجيب فلوسه منين عشان يديها للمقاول؟ حاجه من الاثنين، يا اما هو يكون عنده فلوس، عنده الاون اسيتس او الكابيتال بتاعته اللي بيستعملها، او ان هو في النهايه بيستلف بياخد قرض من بنك، قرض استثماري بشكل ما عشان خاطر هو يبني العماره دي او يشتري الارض دي ويبني العماره دي، وبيقدم بورتفوليو والله البلان كذا المشروع كذا متوقع ان هو يكسب كذا كلام من ده. نفس الكلام بالنسبه للمقاول. المقاول حاجه من الاثنين، يا يعني بيشتغل من جيبه يعني هو في النهايه زي ما احنا اتفقنا قبل كده هوضح بالتفصيل قوي في اللي جاي، ان انت في الاول بتشتغل من جيبك شويه، يعني انت في النهايه بتبدا تنفذ وبعد ما تنفذ جزء بتبدا تتحاسب عليه. طب اثناء قبل ما تحاسب بقى، يعني قبل ما انا اتحاسب الفلوس دي هتجي لي، هجيب الفلوس دي منين؟ يا اما بدفع من جيبي او بستعمل اسيتس بتاعتي والكلام ده والكابيتال بتاعتي، يا اما برده ممكن اخد قرض وبحمله بعد كده على سعر العطا في الاخر. وطبعا في الحالتين انت بتحمل على سعر العطاء، انت برضه هتستعمل فلوسك فعندك تكلفه الفرصه الضائعه والفلوس انت كنت شغاله في حاجه ثانيه وبس وكانت ممكن تعمل بيها حاجه جديده وما عملتهاش، فانا برضه بتحملها، يعني في كلتا الحالتين انت بتحمل. انا قصدي على مصدر الفلوس ماشي ازاي. فده بس كده يعني ايه سكيماتيك سريع بس نفهم منه يعني الفلوس بتمشي ازاي عشان قدام تبقى الدنيا اوضح. مبدئيا انا بعمل اي مشروع انا ليه اوبجيكتيفز، يعني انا في النهايه بعمل المشروع ده ليه؟ في النهايه يعني في ناس كتير ممكن تحط لك اوبجكتيفز مختلفه، يعني كان دايما الناس لما يحبوا يلخصوها يقول لك في النهايه انت عندك 3 مين اوبجكتيفز، الكوست والتايم والكواليتي. والله ده اللي انت بتحاول تحققه. جم بعد كده قال لك لا ازود السيفتي معاهم. دي هتلاقي ممكن ناس تقول لك لا كمان زود عليهم السستينابيلتي. في ناس تزود حاجات ثانيه، في ناس تقول لك لا السستينابيلتي دي اصلا ده هي دي امبريلا تيرم او يعني اللي هو بيسموه مصطلح مظلي بيغطي حاجات كتير، فلا فالسستينابيلتي تحتيها السيفتي وتحتيها الكواليتي والكلام ده. بس ايا كان يعني مهما كانت الاوبجكتيفز دي، في سؤال محتاج تساله لنفسك، هل الاوبجكتيفز دي متعارضه ولا متناغمه مع بعضها؟ يعني على سبيل المثال انا لو انا عاوز اقلل الوقت قوي، يعني اتكلم مثلا على التايم والكوست والكواليتي، لو انت عاوز تقلل الوقت جدا بتاع الشغل ده هيعمل ايه؟ غالبا هيزود الكوست. ليه؟ لان انت في النهايه هتحتاج تستعجل السبلايرز، هتعمل سبيشال اوردرز، هتشغل الناس اوفر تايم وتكلفه الاوفر تايم اعلى من التكلفه العاديه وهكذا. طب نفس الكلام لو انت شغال بسرعه، مش ده ممكن يبوظ الكواليتي؟ اه ممكن. طيب لو انا عاوز اعلي الكواليتي غالبا ممكن يخليني اخد وقت اكتر فهيبوظ التايم، وغالبا الكواليتي العاليه بتتطلب كوست اعلى وهكذا. هنا مثلا لو انت مثلا شغال بسرعه جدا مثلا ده ممكن ياثر بشكل ما على السيفتي. لو انت مثلا بدات تتسربع بشكل جامد وساعتها السايت لاي اوت ما بقاش مظبوط وبقى فيه زحمه واكويبمنت وعمال ممكن حد يتاذي، فين السيفتي في الموضوع؟ فالفكره كلها يعني الاوبجكتيفز دي مش كلها متناغمه مع بعضها، فانت محتاج يعني تكيب ذات ان مايند وفي النهايه تعرف فين الديتم او فين الاوبجكت بتاع او فين هدفك في كل حاجه من دول. وعشان كده انت يعني عشان تكبر يعني ده مثلا ايه ده كانك مثلا ده دي ارقام ودي حروف، طب انا محتاج اجمعهم على بعض. يعني في النهايه يعني دي حاجات ليها ميجرز مختلفه، زي مثلا ده هتقيسه ده هتقيسه بالدولار وده هتقيسه بالساعه. طب في النهايه انا محتاج ان انا اوصل الاثنين نفس اليونت. فبتعمل ايه؟ بتحول الساعه دي الدولار. تحول الوقت لقيمه ماديه.
عشان انت تعرف تعمل اسسمنت للديفرنت اوبجكتيفز دي محتاج ان انت توصلهم للكومن يونت مع بعض. فدي برضو عشان لما بنتكلم على الفاينانس والكاش فلو والكلام ده، انت هتحاول ان انت يعني بتحاول تحط كثيرا من الاوبجكتيفز جوه الكاش فلوز بتاعتك، او اسف جوه الفاينانس اوبشن بتاعتك او الكاش فلوز بتاعتك. انت في النهايه عاوز تشوف تاثير، يعني مثلا تاثير التاخير، التاخير ده تبع التايم، بس في النهايه انت هتحول له فلوس. والله التاخير ده هيكلفني كذا، في فلوس مثلا هتطول في كذا، ادفع غرامه كذا، كلام من ده. فبتحول التاخير ده لفلوس، بحيث في النهايه تعرف تقيم انت ممكن تلاقي من مصلحتك ان انا اخر وادفع غرامه احسن ما اعمل اوبشن تاني. لو عملته لا ده انا هدفع مثلا انترست، او هدفع هضطر استلف فلوس عليها انترست يبقى اعلى من الغرامه، لا انا مصلحتي من اخر وهكذا. فيعني يعني عاوزك بس يعني تخلي دايما ده دايما في خلفيتك وانت بتفكر كيب ذات مايند. اهم يعني اهم حاجه في الموضوع ده كله احنا كبتوع مانجمنت، ان في النهايه يعني البور مانجمنت يعني نجاح المشروع او فشله في كثير من الاحيان نسبه 90% او اكتر يعني بيبقى على حسب المانجمنت بتاعتك. انت في النهايه بتدير الموضوع ازاي، بتدير الفلوس ازاي بتاعت المشروع. يعني في يعني ممكن تدخل اثنين بنفس الانبوتس، يعني اثنين يخشوا مشروع معاهم نفس الشغل، وده مع نفس الفلوس، ده مع نفس الفلوس، ده مع نفس الايكويبمنت والعمال، ده مع نفس الايكويبمنت والعمال، وده ينجح وده يفشل. فده بيبقى بسبب المانجمنت، ده مش عارف يدير الموضوع صح. جمد فلوسه في الاول وكان المفروض يعمل مثلا سب كونتراكتنج الحاجه ما عملهاش عشان يخلي عنده جزء من السيوله فعطل في النص، واتكلم على الكلام ده بالتفصيل قدام. فجزء المانجمنت يعني كيب ان مايند برضو دايما البور مانجمنت او الجود مانجمنت هي بتبقى الكي في الموضوع ده. فانت حتى يعني لو انت مش هتحتك بالكوست استيميتنج والفاينانس قوي، يعني الحاجات دي كنا في خلفيتك هتساعدك انت تعرف تعمل مانجمنت كويس. فاهم؟ لو هنتكلم على القروض، القرض يعني هو انت بتستلف فلوس سواء من جهه ما او من بنك او ايا كان. فالقرض ده يا اما بيبقى سكيورد، يعني اللي هو بيبقى فيه حاجه بيبقى فيه كولاترال، يعني اللي هو بيقول لك ايه، لو يعني مثلا لو انت عايش سد القرض انا هاخد منك الارض، او انت والله بتدي له كولاترال، ما انت مثلا بتخش مثلا بضمان مصنع عندك مثلا او بضمان ارض ثانيه عندك وخلاص، ده الضمان بحيث انت عايش تسد. فانا كبنك او انا اللي بسلفك ايا إن كنت، انا هستحوذ على الاسيت اللي انت اديتها لي ككولاترال عشان خاطر اعوض اللي انت ما رضيتش تسده، ولو بقت فلوس هديها. تمام. فالاسيتس دي او الكولاترالز دي هتبقى ساعتها معرضه ان هي ممكن تتصدر منك. فده النوع الاولاني من اللونز اللي هو سكيورد، او لونز انسكيورد، يعني ده هو في النهايه خلاص انت راجل بقى ليك سمعه وليك اسم، والبنك يتمنى يتعامل معاك او ايا كانت الجهه دي يتعامل معاك وانت موثوق فيك، انا مش محتاج منك ان انت تديني ضمانات، لا هو الراجل ده ليه اسمه وسمعته ومش عارف ايه والكلام من ده. او مثلا لو مثلا شغال مع بنك مثلا بيسلف الحكومه، مثلا بيقرض الحكومه مشروع معين، فخلاص الحكومه يعني ريلايبل ليها انتجريتي، فانا مش محتاج مثلا من الحكومه كولاترالز. فده الكونسيبت بتاع اللون نفسه. طيب انا اللندر او اللي هيسلفك ده قراره بيبقى مبني على اساس ايه؟ على كذا حاجه، القرار ده بيتاثر بكذا حاجه. اولا ايه الكولاترالز اللي انت هتديها؟ ايه الاسز او الكولاترالز؟ هل انت هتديني ضمانات كافيه ان انت يعني عشان لو ما سددتش اعرف اضمن فلوسي ولا لا؟ تاني حاجه البيزنس موديل بتاعك والبيزنس ماشي ازاي والاداره بتاعتك ماشيه ازاي؟ من ناحيه الانتجريتي، المصداقيه، الخبره، هل انت اصلا عندكم خبره ان انتوا تعملوا مشروع زي ده، ولا داخلين في مشروع مثلا ما جديد عليكم ويبقى صعب عليكم وانتم ما عندكوش النو هاو بتاعته؟ الريسورس ريدنس، هل انت اصلا عندك الموارد وعندك المعدات والحاجات دي متاحه في السوق اصلا ان انت تعرف تنفذ المشروع ده، ولا هتخش وتبدا المشروع واديك لا اوديك اسلفك انا الفلوس وبعد كده تلاقي نفسك مش عارف تشتغل في النص فانا هخسر. وضع هل اصلا الماركت والسوق يستحمل حاجه زي كده؟ يمكن على سبيل المثال مثلا اليومين دول اللي شغال في يعني لو حبينا ناخد مثال حي على اللي بيحصل دلوقتي، مثلا القرارات بتاعت وقف البناء في القاهره الكبرى. ما ينفعش انت مثلا تروح لبنك دلوقتي وتقول له انا والله عاوز قرض عشان هشتري ارض في القاهره في الاماكن اللي هي يعني محظور فيها البناء او ايا كان، وهعمل ان شاء الله مشروع ان شاء الله الدنيا يعني القرار ده ممكن يتغير بعد شويه وهعمل. فساعتها البنك يقول لك لا، يعني في النهايه انت بتهرج، ان هو الماركت كونديشن والبوليتيكال كونديشن بيقول لك لا انت المشروع ده مش هيتم اصلا، مش هيبدا من الاول، ما ينفعش تقول ان انا ايه. فلازم يبقى الكونديشن بتاعت الانفايرمنت اصلا بتسمح وبتساعد بالمشروع ده. الدخل اللي جاي من المشروع، يعني انت في النهايه بتقول لي انا المكسب اللي جاي لي هيبقى قد ايه؟ يعني في النهايه اتاكد ان المكسب ده هيكفي ان انت تسد القرض والكلام ده.
تمام. وفي طبعا يعني اسباب اخرى كتير، بس دي يعني المين ريزونز بس اللي تفهمك يعني اللون الديسيشن بتاعه بيبقى ماشي ازاي. طيب لو هنتكلم عن الكاش فلو، طيب في الغالب اللي بيحصل دايما ان المقاول هو بيعمل شويه شغل او اكتيفيتيز، وبعد كده بيدفع له من المالك هو في نهايه. فانت مثلا لو افترضنا مثلا ان هي مثلا الفتره التعاقديه شهر، السايكل بتاعت الدفع يعني، فانت بتشتغل لمده شهر او اي كان مايلستون اتفقت عليها مع المالك، ادي الشهر خلصت الشهر بديك المستخلص، اتفضل المستخلص. فتقول لي والله طب تمام، وتاخد بعد كده بعد ما انا كمالك ابص على المستخلص ده وراجعه بدفع لك. فانت قعدت تشتغل شهر كامل من جيبك، وبعد كده تستنى مده تانيه ايا كانت اللي هي فتره مراجعه المستخلص على ما تجي لك فلوسك. فدي البيمنت للكونتراكتور ماشي ازاي. الكونتراكتور زي ما قلنا هو بيسبميت الانفويسز بتاعته او المستخلصات بتاعته للاونر كل فتره محدده او عند كل مايلستونز محدده. يعني ممكن بس تكون متفقين مثلا بعد الاساسات ليك مستخلص، وبعد ما تحط مثلا خرسانات اول اربع ادوار في المصنع مثلا ليك، او اول دورين او كل دور ليك مستخلص، وممكن بالمايلستونز او ممكن يعني في بيريود اوف تايم احنا مثبتينه. زي ما قلنا الاونر هياخد الانفويس ويراجعه برضو خلال وقت، يعني مثلا ما ينفعش يقعد يراجع مثلا في الموضوع في المستخلص مثلا سنه ولا سنه، لا هو في النهايه احنا متفقين مثلا في فتره مراجعه لو فيها ملحوظات كلام من ده بتطلبها، توضيحات اكتر بتطلبها، بس الفتره كذا. طيب من ضمن الرولز بتاعت الدفع والكلام ده، ان الاونر من حقه ان هو ممكن يريتين جزء من البيمنت. يعني ممكن الاونر بيقول لك لا انا مش ما بدفعش 100% من المستخلص، انا بديك 90% من المستخلص قيمه المستخلص، ده بناء على التعاقد اللي بينكم، ده اللي احنا بنسميه الريتينج، وهجي لها بالتفصيل في السلايد اللي جاي. فاحنا في السلايد اللي جاي هنحول يعني ايه ريتينج، وازاي ان احنا يبقى في عندنا ازاي نتفادى او نتعامل مع الفاينانشال جاب اللي عندنا بسبب ان انا دفعت من جيبي ولسه ما اتدفعليش فلوس من الاونر، وليه الجاب دي مشكله. تمام. لو هنتكلم على ريتينج، ليه احنا بنعمل، ليه المالك بياخد فلوس من المقاول، يعني ما بيديلوش كل ما بيديلوش المستخلص كامل، لا بيحجز منه 5% او 10% ايا كان الاتفاق عليه. ليه؟ ان هو في النهايه بيبقى انسنتيف او دافع للمقاول ان هو يكمل الشغل، ان هو لسه ليه فلوس، وفي نفس الوقت بيخلي معايا انا كمالك فلوس، بحس لو والله في مثلا شغل مثلا اتعمل غلط او شغل محتاج يتصلح من المقاول بعد ما المشروع خلص والمقاول مش راضي يعمله، خلاص انا حسب التعاقد وقانونا انا هستعمل الفلوس اللي انا واخدها منك دي بتاعت الريتينج في ان انا اصلح بيها الغلطات دي، ولا بقى هديله. فهي انسنتيف للمقاول ان هو يكمل الشغل، وفي نفس الوقت بتدي فند للمالك ان هو لو في شغل فيه مشاكل او فيه غلطات ان هو يتصلح بيه. فهي بتدي للاونر زي حمايه زايده لاي ريسكس ممكن تظهر بعد كده، سواء بسبب اخطاء حصلت في الشغل، سواء ان المقاول قرر ان هو يعني لا انا مش هكمل وخلاص انا كده خدت مكسب كبير الحمد لله ومش عايز اكمل وهدفع لك الغرامه، والغرامه وحتى بعد ما ادفع الغرامه انا كسبان. فدي برضو حاجات من الجابس لازم تفهمها لما تبص على التعاقد وشكل الكاش فلوز والكلام ده. نفس الكلام ده ممكن يتطبق بين الكونتراكتور والسب كونتراكتور، انت برضو انت كمقاول ممكن تعمل نفس الكلام مع المقاولين الباطن، ممكن تعمل ريتينج برضو. في الغالب الريتينج بيبقى من 5 ل 10%، وفي اماكن يعني في مثلا لو اتكلم مثلا على امريكا مثلا في قوانين في الولايات يقول لك مثلا ما ينفعش مثلا تريتين اكتر من كذا، وما ينفعش تريتين على طول قيمه المشروع، لا بتريتين مثلا اول مثلا 50% من المشروع 40% كلام من ده. تيبيكالي يقول لك الريتينج دي مثلا لحد ما 50% من المشروع يخلص، او لحد ما في مايلستون كبير يكون حصل، ممكن المايلستون ده يكون اخر المشروع خلاص نهايه المشروع. انا زي هنا مثلا، هنا هو عمل ايه؟ هنا طبعا ده الاس كيرف ده اللي هو الكاش اوت فلو، ده معناه كده ان المشروع خلص عند الشهر 4، ان خلاص بعد كده ما بقاش في اوت فلو منك كمان، ومعك انت خلصت شغل. فانت اهو انت صفر دافع من جيبك، شهر واحد دافع من جيبك، بعد ما خلصت الشغل بتاع شهر واحد قدمت المستخلص المالك، بعديها بشهر الملك دفع لك الفلوس. فدي كده فيعني اتنين دي اللي هي كريسبوند للفلوس بتاعت شهر واحد.
ونفس الكلام البيمنت بتاعت شهر 3 هي هتكورسبوند للبيمنت بتاع شهر 2 في الشغل بتاع شهر 2. وجيت في الاخر خلاص بعد ما انت خلصت بعديها بشهر خدت اخر مستخلص اللي هي الحته البيضاء ومعايا الحته الشيدد. ايه الحته الشيدد؟ دي الريتينج بتاعت كل المستخلصات. هو كان اخد منك 5% او 10% ايا كانت المثال ده من كل المستخلصات، فاخد 5% من قيمه مستخلص بتاع شهر 1 متخصمت من اللي دفعوا لك في شهر 2، خد 5% من هنا برضه، 5% من هنا برضه، وفي الاخر 5 وفي الاخر ده كل فلوس. تمام. وتاني موضوع الريتينج تلاقي لازم تتاكد من موضوع القوانين، ساعات بيبقى ليها رولز بتنظمها يعني عشان برضه عشان الملك ما يفتريش على المقاول، فمحتاجه يكون ليها قوانين بتنظمها او لاي اسباب اخرى يعني مش شرط افتراء الملك على المقاول. تمام. فدي كده يعني دي فكره الريتينج. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني في تظبيط الكاش فلو كمقاول؟ في حاجه اسمها الادفانس او الموبلايزيشن بيمنت. يعني ايه؟ انا هاجي كمالك وهديك في الاول مبلغ كمقاول. ليه؟ ان انت اقول لك في النهايه انا محتاج مبلغ ابدا امشي بيه نفسي، ابدا اشتغل بيه، عشان في الاول بقى في كوست بالك كوست مثلا بتبقى كبيره شويه عشان اعمل موبلايزيشن واجيب المعدات ومش عارف ايه وابني اليوتيليتيز والكربانات والكلام ده. وميزتها انت ميزه الكلام ده ليك ايه انت كمقاول؟ اولا هيساعدك ان انت تملى الجاب دي. هي الجاب ما بين بدايه المشروع خالص لحد ما تاخد اول مستخلص، فتخيل لو انا مثلا ايه اديتك حبه فلوس في الاول. كده. فحصل ايه؟ الحبه تاني مستخلص مثلا فبقيت على الاقل بقيت انت في الفتره دي كده انت ما بتدفعش من جيبك، لا بقى معاك فلوس، فده هيقلل من فاينانشال كوست عليك، هنتكلم عليها بالتفصيل قدام. فكانك انت ايه رفعت الكيرف كله اللي هو بتاع البيمنت بالشكل ده، انت رفعت دي هتلاقي دي اترفعت معاك شويه وهكذا. طيب الفلوس دي هتروح فين في الاخر؟ بتتعوض ازاي؟ هي في النهايه حاجه يعني حاجه من الاثنين، يا اما بتريكفر من البروجريس بيمنتس. يعني ايه؟ انا مثلا لو افترضنا مثلا ان اديتك مثلا مليون جنيه مثلا والمشروع 10 شهور، وانا اديتك مثلا مليون جنيه في الاول كموبلايزيشن او ادفانس بيمنت، اقول لك وهتسددها لي 100,000 على كل مستخلص. فانا كل مستخلص انا كمالك هخصم منه 100,000. ليه؟ ان انا كنت بديك مليون في الاول عشان خاطر تمشي نفسك بيهم كادفانس او موبلايزيشن بيمنت. بالادفانس او الموبلايزيشن بيمنت بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما بالك معين يعني مثلا زي ما قلنا مليون جنيه او ايا كان الرقم اللي انت هتدفعه عليه، او بتكون نسبه من المشروع. يقول لك مثلا هنبدا مثلا ب 5%، فانت مثلا هتاخد 5% من قيمه الشغل بتاع قيمه المشروع البرايس على المشروع كله كادفانس او موبيلايزيشن باي. تمام. حته ثانيه برضو نشوفها في التعاقد، ان ايه التزامات الاونر؟ يعني الاونر ملزم ان هو يدفع في الوقت المطلوب. يعني مثلا اللي هي البروجريس بيمنتس او اللي هي الفلوس الدفع الدفعات بتاعت الدفعات اللي هي بتاعت المستخلصات. طيب ثانيه واحده. فالدفعات بتاعت المستخلصات دي اللي ما ينفعش المالك يقعد يراجع فيها زي ما قلنا 6 شهور سنه، بيبقى في اتفاق وممكن تكون منظمه حسب القانون، فغالبا مثلا بتكون بعديها بشهر، فانت ما فالبيمنت دي بتكون بعديها بشهر، ما ينفعش الاونر يمد فيها. طيب لو الاونر فشل في ان هو يدفع undisputed amount، يعني ونركز حته undisputed amount، يعني ايه؟ يعني هو فشل يدفع او الاونر ما دفعش مبلغ ما فيهوش خلاف، يعني هو المستخلص سليم والاونر والمالك او المالك او الديفلوبر بيعترف ان هذا المستخلص سليم بس هو ما دفعش لاسباب فاينانشال ايا كان. ساعتها ده بيكون فيه خرق للعقد بتاعك، في بريتش للكونتراكت بتاعك. وساعتها ساعات بيكون الموضوع جفرن باي لو، وغير طبعا اللي هو يكون جفرن باي كونتراكت، ساعتها الاونر لازم يدفع الفلوس وعليها كمان انترست، يكون مثلا في اتفاق مثلا ان هو مثلا كل تاخير مثلا اليوم مثلا بكذا. سواء مثلا كل تاخير مثلا تدفع 10,000 زياده مثلا ايا كان المبلغ، او بنسبه انترست كذا. ففي النهايه كل ما الاونر هياخر البيمنت يبقى ملزم ان هو يدفع انترست عشان خاطر يعوض التاخير بتاعه. ممكن الناس ما بيسموهاش انترست بيسموها غرامات تاخير على حسب.
وممكن توصل لان المقاول ممكن لا يوقف شغل لحد ما الملك يدفع، انا مش هقدر اكمل، وده حقه بالعقد ان هو هيوقف شغل لحد ما انت تدفع لي فلوسي. دي حته ممكن تكون لوب هول، ويعني دي حته يعني لو انت بقى يعني خدت درست او خدت كورس في الكونتراكتس والقانون، يعني اللي هو طب ما انت ممكن تسالني، طب يعني ده انا سايبه لك كاوبن اندنج كويشن، بس يعني خليه خلفيتك وانت بتفكر ممكن تسال في حد. هو طب ما الملك كده ممكن على طول ياخر المستخلصات بحجه والله لا ده في مشكله. طب ايه اللي بيجوفر، ايه اللي بيقيم الموضوع ده، ايه اللي بيمشي الموضوع ده؟ فده لو يعني لو ربنا اكرم يعني بقى في كورس تاني مثلا للكونتراكتس والقانون والكلام ده، دي ساعتها ممكن نتكلم فيها بالتفصيل. طيب نيجي بعد كده للجزء بتاع البيمنت للسب كونتراكتور، اللي هي الفلوس اللي بيدفعها المقاول للمقاول الباطن. بتمشي ازاي؟ في الغالب ان المقاول الباطن بيدفع له اول ما المقاول بيدفع له، ان ده بيكون التعاقد اللي ما بين المقاول والمقاول الباطن، اللي هو بيسموها باك تو باك او باي وين بيد او باي اف بيد او باي افتر سيرتيفيكيشن. ده بقى في كلوز او بند في العقد بالمسمى ده، اللي هو في النهايه العقد اللي هو بين المقاول والمقاول الباطن، اللي هو في النهايه انا هدفع لك لما انا يدفع لي. وساعات بقى فيه كمان اللي هو ايه الكونتينجنت بيمنت كلوز، اللي هو انا مش هدفع لك غير لما يدفع لي. طيب ايه اللي حصل؟ برضو يعني جزء برضو لازم تبقى فاهمه كويس قوي في العقد وفي القانون، اللي هو طيب لو حصل تاخير في المستخلصات، يعني انا كمان انا كمقاول المفروض ادفع المقاول الباطن اول ما استلم المستخلص. طيب المستخلص اتاخر، طب الريسك دي على مين؟ هل خلاص لا يبقى المقاول الباطن يستنى وملوش دعوه؟ هل ولا لا هو ملوش دعوه، ولا اقول لك لا انا عاوز فلوسي واحنا متفقين على وقت معين؟ العقد بيقول ايه والقانون بيقول ايه؟ والاهم من والجزء المهم برضو، هل التاخير اللي في المستخلص ده بسبب شغل السب كونتراكتور ولا حاجه ملهاش علاقه بيه؟ يعني مثلا المستخلص ده مثلا كان متقدم فيه مثلا جزء من المستخلص، جزء من اللي هو شغل المقاول الباطن، وجزء تاني لا شغل المقاول العادي اللي هو المقاول العام. فالعطله اللي حصلت في المستخلص بسبب شغل المقاول الباطن ولا شغل المقاول العام؟ محتاج برضو تكون الحته دي تجيبها يعني كيب ات مايند. فهي الفكره في ايه؟ يعني مين اللي بيشيل الريسك؟ ولازم الكلام يعني مين اللي هيشيل المخاطره بتاعت لو في تاخير، مين اللي هيشيل الفلوس دي؟ ولازم تكون يعني موجوده في العقد ما بين الكونتراكتور والسب كونتراكتور. تمام، دي كده يعني سواء الاوبجيكتيف بتاعت المشروع او فهم اللونز او فهم ازاي الكونتراكتور بيدفع له، وفهم يعني ايه ريتينج وموبلايزيشن بيمنت والتزامات الاونر والدفعات للسب كونتراكتور. كل ده ليه؟ عشان في النهايه يعني يبقى عندنا تولز نفهم بيها الكاش فلو بتاعنا. الكاش فلو بيتكون من جزئين اساسيين او من كيرفين اساسيين، او الكيرف اللي احنا بنسميه الاس كيرف او البيمنت كيرف. في العادي يعني ده شكل مش التيبيكال، لا الشكل بتاع العادي يبقى اس، اللي هو في النهايه يبقى ياخد الشكل اللي هو الاس العادي، عشان كده احنا بنسميه اس كيرف، او ممكن حتى في رسمات. في النهايه بياخد شكل الاس، يعني في النهايه بتبقى في لسه اول المشروع الشغل ما ابتداش قوي، بعد كده بيبدا الشغل يعلى من الريتم بتاعه يزيد، فبيستهلك فلوس اكتر فلوس اكتر فلوس اكتر، وبتيجي في اخر المشروع وانت بتقفل بتبقى التكاليف قليله، فبيرجع تاني الريت بتاعه قليل. فده اللي احنا بنسميه الاكسبنس بروفايل او الكاش اوت فلو او الاس كيرف او الكوست كيرف. ده طبعا من منظور مين؟ كل ده احنا بنتكلم من منظور المقاول. فده الجزء الاولاني من الكاش فلو. الجزء الثاني اللي هو الانفلو بقى، الفلوس اللي بتجيب من المالك، وهنتكلم عليهم بالتفصيل كل واحد دلوقتي. فبنبدا نتكلم على الاس كيرف اللي هو بتاع اللي هو الاكسبنس بروفايل بتاع المقاول. فده هو يعني ده بينكلود كل الكوست بتاعتك سواء دايركت او اندايركت. كل الكوست انت بتخلص، انا الكيرف ده بيمثل ان انا كمقاول بيخرج من جيبي قد ايه، انا بدفع قد ايه في المشروع ده، او وات ايفر اللي انا بدفعه سواء دايركت او اندايركت بحطه في الكيرف. في الغالب اثناء المشروع بيبقى عندك ثلاث كيرفات. اول حاجه البيز لاين اللي هو الازرق، اللي انا كنت مخطط ان الدنيا تمشي ازاي، مظبط نفسي على كده ومظبط الفاينانس بتاعي على كده، لو في قروض خدتها مش عارف ايه مستلف فلوس كلام من ده، انا مظبط نفسي على هذا الشكل. بعد كده في الاكشوال اللي حصل فعلا، واضح هنا اللي حصل ايه، ده انا دافع زياده،
اللي هو الحمد لله قلنا اللي هو الخط الضغط ده بيمثل النهارده، والخط التاني ده اللي هو بيمثل نهايه المشروع. فالنهارده لا، ده انا دافع اكتر من المفروض ادفعه. هل دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ على حسب، انا دافع اكتر من المفروض ادفعه بس انا مخلص اكتر من المفروض اخلصه ولا لا؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ والفاينانس، هل عندي الفاينانس اللي يغطي الكلام ده ولا لا؟ هنيجي بالتفصيل للكلام ده قدام. وبناء على كميه الشغل اللي خلصان والكلام ده بيبدا عندي حاجه اسمها الابديت، اللي هو في النهايه بعمل ابديت للبيز لاين بتاعي والله بناء على الشغل اللي خلص والشغل اللي انا عملته والكلام ده، فالابديت بتاعي يبقى بالشكل ده، فده الجديد بتاعي. فدول الثلاثه كيرفز اللي يبقوا عندك وانت شغال في ال يعني وانت شغال على الاس كيرف بشكل عام. طيب بنعمله ازاي الاس كيرف؟ عادي، انت يبقى عندك الجدول الزمني بتاعك متقسم عليه، يعني مثلا الاكتيفيتي الاولاني مثلا ايه، مثلا حفر مثلا، فالحفر ده مثلا واخد له شهر وخلاص، فالشهر الاولاني انا هيطلع من جيبي ايه، فترجع هتقول والله في الشهر الاولاني انا هدفع تكاليف ايه، خلاص يبقى انا مثلا ايه ده مثلا 100000، يبقى الشهر الاولاني 100000. بعد كده بتيجي في الشهر الثاني، فالشهر الثاني واخد مين؟ واخد نص بي ونص سي، فيبقى التكلفه اللي هدفعها في الشهر الثاني بي على 2 زائد سي على 2، فهزود بي على 2 زائد سي على 2 فوق اللي فات، وهكذا يبقى كوميوليتيف يعني تراكمي بس. طبعا فكره ان انا بقسم يعني في العادي التيبيكال لما بيقسموها، يعني هو بيقسم الاكتيفيتي بشكل ايه لينير، او اللي هو ايه اللي هو في النهايه خلاص هو الاكتيفيتي مثلا بياخد 4 شهور، يبقى قسم التكلفه بتاعته على 4. في ناس لا، لو انت شغال في مور اكيوريت انفايرمنت وعاوز تشتغل بشكل ادق، لا انا في النهايه انا ممكن الاكتيفيتي ده نفسه بقسمه، لا يعني اول شهر مثلا بالذات لو اكتيفيتي مكلف جدا، فاول شهر لا ده انا هعمل 50% من الكوست، فساعتها يبقى اول شهر 0.5 الاكتيفيتي، ثاني شهر مثلا قال لك هتعمل 20%، فخلاص يبقى ثاني شهر 0.2 من الاكتيفيتي، ثالث ورابع شهر زي بعض فهتبقى 15% 15%. فمش شرط يكون التقسيم التيبيكال يبقى التقسيم بالتساوي، الا لو انت شايف ان في داعي ان لا ما يبقاش بالتساوي. طبعا الادق انه ما يبقاش بالتساوي على حسب، وان انت تتبع طبيعه الاكتيفيتي، بس في النهايه هتلاقي نفسك ممكن تبدا تخش التفاصيل، يعني it doesn't worth، يعني ما تستحقش الا لو المشروع كبير والكلام كبير، ساعتها لا انا بقسم. ففي النهايه مستوى الليفل بتاع الدقه اللي انت شغال عليه، يعني انت شغال بتشغل بتعمل محاره في فيلا، ولا انت بتعمل شغال مثلا في مشروع مثلا ميجا انفراستراكشر، فلا يعني هنتكلم يعني الاكتيفيتي نفسه بكام مليار، ففي نص الاكتيفيتي ده مش رقم قليل. فعلى حسب مستوى الدقه اللي انت بتحاول توصل له بتبدا تقسم. مبدئيا تعالى نفترض اللي هو يعني الحاجه السهله، فتيبيكالي هنقسم الاكتيفيتيز يعني بمدتها بالتسعين. فبكده انت تكون عملت الاس كيرف بتاعك. طيب جزء بقى من فهمنا للفاينانس انك تفهم الحالات المختلفه عندك، يعني ويعني ممكن حتى بقولها للطلبه كتير، يعني احد السكيلز اللي بتكون محببه يعني ان هو ان انت تقدر تبص على الكيرف تفهم ايه اللي حصل فيه. يعني مثلا لما بيحصل مثلا تلاقي مثلا الكيرف ماشي عادي، مره واحده بيحصل جامب فيرتيكال، دي معناها ايه؟ انت دفعت تشانك، يعني جيت كده رحت جيت في فتره ما رحت دافع كتله من الفلوس. ليه الكلام ده؟ بس تقول فدي مثلا تقول لك لا ده غالبا سب كونتراكتور، دي بيمنت لسب كونتراكتور. يعني انا جيت فمثلا انا مثلا في هنا مثلا كان في اكتيفيتيز مثلا في اول وثاني شهر عملهم السب كونتراكتور واحنا قدم المستخلص بتاعه، فانا لازم ادفع له في ثاني شهر الفلوس، بس انا دفعت السب كونتراكتور الفلوس. لو انا كنت انا عاملها، لو انا اللي كنت بعمل الاكتيفيتيز دي كان يبقى شكل الكيرف عامل ازاي؟ فكان يبقى شكل الكيرف لا انا اللي بدفع، يبقى انا اللي بعمل، هيبقى اهي. فده الفرق، الفرق بدل ما انا دفعتها كنت هدفعها بالتدريج على مدار الشهرين، لما انا اجيب سب كونتراكتور يعملها او من اول باطن يعملها، فلا انا في حبه حاسبه فحسبته في الاخر مره واحده، فالحته اللي انا طلعتها دي كلها بدل ما اطلعها تدريجي طلعتها مره واحده، وده ليه مزايا هنتكلم عليها قدام وليه عيوب. بس مهم انك تبقى فاهم، يعني في بيحصل عندك فيرتيكال جامب، معنى كده ان في انا دفعت تشانك من الفلوس مره واحده، ممكن تكون مثلا حاجه ليها علاقه بالتوريدات، بالذات لو هتورد حاجه يعني كبيره. في العادي يقول لك لا يعني خلاص هي التوريدات بتقسم يعني بتفرد او بتسيح الكوست بتاعت التوريدات على الاكتيفيتي، فحتى فاكيد الاكتيفيتيز دي كلها مليانه توريدات، بس هو في النهايه ايه قسمها على الاكتيفيتي، يعني
يعني انت مثلا حاجه بسيطه مثلا زي مثلا بتجيب اسمنت عشان تمحر بيه، فانت اشتريت الاسمنت ده كل مره واحده في اول الشهر مثلا، وتقعد تمحر الشهر كله، فهو بيقول لك الاسمنت ده تكلفته رخيصه مش عارف ايه ما يستحقش، فبيقول لك لا خلاص قسمه على يعني قسمه على الكيرف عادي، فكانك بتشتري كل يوم شكارتين اسمنت اللي بتمحر بيه، بس انت واقعيا ما عملتش كده، بس بما ان الفرق بين الواقع والبلاند مش كبير فمالها، خلاص بقول لك لا خلاص. بينما مثلا لو انت مثلا وردت، انت مثلا وردت مثلا حاجه مثلا بتكلفك ملايين ريسورس، مكنه ما معينه او ريسورس غالي جدا كلام من ده، فلا فساعتها تقول لا ما ينفعش ان انا اسيح، انا لو فردتها الاكتيفيتيز ساعتها يعني هيعمل لي مشكله كبيره جدا بين البلاند والحقيقي اللي هيحصل، بس انا تقول لا انا محتاج ان انا اعمل التوريد ده لوحده مش احطه مع الاكتيف. فده احد الشيبس يعني، دي احد الحاجات اللي ممكن تشوفها في الكاش فلو، في الكاش اوت فلو بتاعك او الاس كيرف بتاعك، ان في جامب بتحصل مره واحده. مثلا لو في انيشال بيمنت عالي، احتاجت مثلا تدفع مثلا حاجه مثلا اكوزيشن، مثلا احتاجت مثلا حاجات احتاجت تعملها في السايت في داي زيرو، تدفع فلوس كتير في الاول، زي مثلا تدفع مثلا بوندز مثلا كلام من ده في الاول، فالاس كيرف مش بادئ من الصفر، لا يبقى بادئ من رقم، انت جيت في الاول دفعت كتله كبيره من الفلوس. انك مثلا محتاج مثلا تميز ما بين زي في البلاننج، انت عندك حاجه اسمها الاكتيفيتي في ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت وليت فينش. ف ده فمثلا اللي هو الموف ده البيربل ده، ده اللي هو الايرلي، والاخضر ده ده اللي هو الليت. انا محتاج اميز بين ده وبين ده، ان في النهايه ممكن انت تقرر اصلا انك تبتدي في اكتيفيتيز بدري او متاخر بيزد على فاينانشال ريزون، مش على بلاننج ريزون، مش عشان خاطر محتاج ان انا التزم بالجدول الزمني، لا انا ممكن لا اقول لك لا اخر وهناخد ريسك بان احنا بناكل الفلوت بتاعنا او بنخلص الفلوت بتاعنا في الاكتيفيتيز، في مقابل لا ان انا عندي مش لو انا خلاص فضلت ماشي بدري انا كده هيحصل لي مشاكل في الفاينانس. ودي حته مهمه تفهمها يعني لو انت مهندس موقع، ان الموضوع اكبر من الموقع، الموضوع مش مجرد يلا وجدول الزمني وكلام من ده، لا ممكن تلاقي مره البروجكت مانجر يقول لك لا اخر بالراحه، ان هو خلاص لو فضلت ماشي بالسرعه دي الجاب بتزيد في المستخلصات انا مش هقدر، وهوريها بالتفصيل بالظبط قدام. فدي يعني حاجات تكون فاهمها بحيث انك يعني تبقى قادر على التعامل وقراءه الاس كيرف بتاعك. طيب نخش على البيمنت كيرف. البيمنت زي ما احنا قلنا هو في النهايه الدفعه اللي هيديها لك المالك كل بعد كل مستخلص. المستخلص المالك بياخد المستخلص وبيراجعه وبعد كده بيدفع لك الفلوس. ناخد في اعتبارنا واحنا بنعمل البيمنت كيرف ان في النهايه المالك ممكن بيعمل ريتينج، يعني بياخد حبه فلوس وهيديهم لك في الاخر زي ما احنا قلنا. تبقى 5% مثلا. وفي الاخر خالص هيبقى يديك الريتينج بيمنت دي كلها مره واحده. خد في اعتبارك برضو لو في بيمنتس ثانيه زي مثلا ادفانس بيمنت، اللي هو اداك فلوس في الاول بالك اوف ماني ادالك ادفانس. شكل دايما الانكم بروفايل بيبقى عامل زي السلم، زي ما احنا قلنا الكوست بروفايل بتاعك او الاس كيرف هو بيبقى شكله اس. ليه؟ انت كل يوم بتدفع، فهو مش مثلا كل يوم بتدفع فبيبقى زي الكيرف، انت كل ساعه بتدفع، بس انت مثلا بتحسبها بالشهر، فلو انت مثلا هتحسبها مثلا بالشهر يبقى ايه بروكن لاينز، مجموعه من الخطوط المكسره، ففي النهايه هو كانه بياخد شكل الكيرف بتاعك. بينما التاني لا، انت هي كل شهر انت بتاخد رقم وخلاص، ويبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله عامل زي السلم او الستيب، فانت كل شهر مثلا اول شهرين ما خدتش، بعد كده خدت رقم سلم، رقم تاني، رقم تالت، وهكذا، وعامل زي السلم. ده المقصود باللي هو شكله دايما بيبقى ستيب ستير ستيب شيب. تمام. برضو نفهم الكيسز بتاعته بتبقى شكل عامل ازاي. فهنا مثلا انا هنا مثلا ما اديتكش موبايلايزيشن وادفانس بيمنت، فانت قعدت اول شهرين ما خدتش اي فلوس او ايا كان اول فتره، بعد كده بقى تاخد فلوس تاخد فلوس تاخد فلوس تاخد فلوس، وفي الاخر لاحظ حاجتين. اولا لازم يكون يعني اللي هو البيمنت كيرف اعلى من الاس كيرف، ما بينتوش عند نفس النقطه، ولا معنى كده انت ما كسبتش يعني كل الفلوس اللي هي فوق دي المفروض هي المكسب بتاعك. هذه اول نقطه. ثاني نقطه هم ما بينتهوش عند نفس الفيرتيكال لاين،
ليه؟ انت اخر مستخلص هتاخده او اخر فلوس هتاخدها هتبقى بعد ما انت قدمت اخر مستخلص، بعد ما انت خلصت الشغل. فانت مش خلصت النهارده هتاخد فلوسك بكره، لا انت خلصت النهارده بتقدم مستخلص في الاخر بديك بقيه فلوسك بعد ما انا راجع المستخلص. طبعا لو الكيرف ده يعني لو الازرق ده خلص هنا معنى كده ان انت خسران في المشروع، كده انت عملت حاجه غلط خسرتك المشروع وهكذا. فده برضو جزء من فهم الكيرف لما تعرف تقراه بمجرد ما تبص له. طب مثلا لو انا اديتك مثلا ادفانس اموبيلايزيشن بايمنت، ايه اللي بيحصل؟ الكيرف كله بيترفع لفوق والقيم الفيرتيكال دي بتخس شويه بقيمه اللي انت هتخصمه من ده. انا في ناس زي ما احنا قلنا انا مثلا هديك مليون في الاول وكل شهر هخسر منك، يعني مثلا كده كام شهر؟ واحد اثنين ثلاثه، فكل شهر هخسر منك 333,000. فجيت اول دفعه انت المفروض مثلا هتاخد مليون، لا اديتك مليون ناقص 333,000. ثاني دفعه نفس الكلام، ثالث دفعه نفس الكلام وهكذا. الكيرف ده في حاجه مش مظبوطه، في خطا من عندي اللي هو ايه؟ المفروض اخر بيمنت تكون موجوده، انا نسيت احطها. فانت عندك هنا اخر بيمنت فيرتيكال لاين، نفس الكلام هنا في اخر بيمنت فيرتيكال لاين وهكذا. تمام. بعد كده ايه حاله ثالثه؟ طب الريتينج يبقى شكله ايه؟ يبقى نفس الكلام، هو نفس الفيرتيكال لاين موجود، بس ده الخط ده بيبقى مكون من جزئين. مكون من جزئين. جزء اللي هو ده مثلا، ده اللي هو المستخلص العادي، وفي جزء تاني اللي هو لا ده بقيت فلوس، ده بقيت فلوس الريتينج اللي هو الجزء التاني. فده لو انت عندك ريتينج. تمام. طيب نلاحظ ايه مثلا في الادفانس بيمنت في الحته دي؟ هنا انا اولموست طول المشروع انا قاعد بدفع من جيبي، بدفع من جيبي، بدفع من جيبي. الفلوس اللي انت دفعتها من جيبك دي جبتها منين؟ هل مثلا خدت قرض مثلا فهتدفع عليه فوائد؟ طب هل انت استعملت، انا عندي فلوس وعندي سيوله، فانت تعتبر جمدت سيولتك في المشروع ده بدل ما انت كان ممكن تشغلها في حاجه ثانيه وتجيب لك مكاسب ثانيه. فانت عندك كده اللي هي عندك كده opportunity cost اللي هي في النهايه تكلفه الفرصه الضائعه. طيب لما انت مثلا عم ادك mobilization payment حصل ايه؟ الفترات اللي انا دفعت فيها من جيبي قلت، بدل ما انا هنا كنت بدفع على طول من جيبي لحد اولموست اخر مشروع، هنا لا انا دفعت بس في الحته دي ودفعت بس من الحته دي. طيب الكلام ده بيترجم ازاي؟ بالكونتراكت اوفر درافت. فهنا مثلا ده مشروع اول طول المشروع بيدفع من جيبه. انت جيب بعد اول شهر كنت دافع من جيبك ده ما خدتش فلوس خالص. بعد تاني شهر لحد قبل المستخلص بيوم، يعني قبل ما تاخد فلوس المستخلص بيوم انت دافع كل ده من جيبك. تالت شهر لحد قبل تستلم المستخلص بيوم انت دافع كل ده من جيبك وهكذا. طب الديفرنس ده، الفرق ده، انت محتاج ان انت تعمل له فاينانسنج، محتاج ان انت تجيب له فلوس، هتجيبه منين الفلوس دي؟ فده السؤال واللي احنا محتاجين، وازاي ان احنا نقلل ال الديفرنس ده قد ما نقدر عشان خاطر نزود مكسبنا رقم واحد، رقم اثنين نقلل التوتال كوست بتاعت المشروع. في النهايه لو انا قدرت ان انا اقلل التوتال كوست بتاعت المشروع في النهايه معنى كده ان اقدر اهدي سعر تنافسي احسن وانا بقدم العطاء بتاعي. تمام. فالكاش اوت فلو عباره عن ايه؟ انت في النهايه بتطرح الاكسبنسز من الانكم بتاعك زي ما احنا عملنا هنا. ففي النهايه عند النقطه دي مثلا انا هنا الاكسبنسز اهي، ولحد قبل ما استلم المستخلص بساعات انا دافع كل ده من جيبي. فهتبقى دي الاكسبنسز بتاعت دي كده الاوفر الاوت فلو بتاعي. في النهايه بتحسبهم كلهم وتشوف مين اكبر واحد، مين الماكسيموم بتاعهم. فاكبر واحده فيهم يبقى دي اللي هي ايه؟ دي اكتر اكسبنس الكونتراكتور دفعه من جيبه من اون ماني او الاون اسيت. طيب عشان اقلل الاوفر درافت محتاج اعمل كذا حاجه. وكذا حاجة دول يعني انا مقسمهم حتى بالالوان عشان خاطر كل حاجة من دول يعني هي تعتبر استراتيجية مختلفة عن التانية. انت ممكن تعمل ايه؟ تعمل فرونت اند لودنج او بيل انبالانسنج. بتعمل ايه؟ بتحمل بنود على بنود تانية. يعني تيجي مثلا في بنود في الاول تحاول تاخد مثلا ربح عالي قوي مثلا في البنود اللي في الاول. ليه؟ عشان لما تاخد المستخلص يبقى اعلى من القيمة اللي انت دفعتها بحبة كويسين. فبحس كانك عملت ايه في الكيرف؟ كانك انت
بدل ما نظريا لو انت هتمشي بالظبط بالحسابات انت هتقبض هنا كده القيمه دي، لا انت هتخليها تبقى القيمه دي. لما انا عملت كده ايه اللي حصل؟ كده انا قللت الاوت فلو بتاعي، بدل ما كان كل الاخضر ده مثلا بعد شهر قبض شهر اتنين، لا بدل ما هو كل الاخضر ده كده بعد قبض شهر اتنين، لا هيبقى الحته الاورنج دي بس. انا بدي كده يعني شرح سريع، هاجي لها بالتفصيل البيد الفرونت اند لوجيك او البيد انبانس. طيب ثاني واحده في الاخضر ان انا باخد موباليزيشن او ادفانس بيمنت، ودي اتكلمنا فيها بالتفصيل. لما انا باخد ادفانس بيمنت ايه اللي بيحصل؟ التكلفه بتبقى احسن، اسف يعني اللي بدفعه من جيبي بيبقى اقل، فده بيخلي التكلفه عليا بتاعت الفاينانس احسن. ثالث طيب حاجه ان انا اطلب بروجريس بيمنت، اطلبها بشكل يعني بدري شويه او ايرلي. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل مثلا هو مثلا بيديني مثلا قال لي المستخلص ده بعد شهر، اقول له لا انا محتاجه بعد اسبوعين لو ينفع انت تنوجيشيت في حاجه زي كده. ان هو في النهايه المالك يعني لو يقدر يدفعه لك يعني طبعا مصلحه الشغل، يعني مش هيعرض الا لو في فاينانشال مش يعني فاينانشال بلانز، هنفهم بعد كده يعني ايه هو هيعرض وليه يعرض. طيب الثلاثه الخضر دول انت او الاربعه الخضر دول انت عملت فيهم ايه؟ انت حملت الموضوع على المالك، فلما انا عملت فرونت اند لودنج انا خليت المالك يدفع لي فلوس زياده بان انا عملت شيفتنج للربح بتاعي. لما طلبت موبيليزيشن انا برضه طلبت فلوس من المالك. لو انا طلبت ريتنشن ريدكشن قلت له قلل لي الريتنشن شويه لو سمحت، ان هو بدل ما يبقى 5% خليه 3% عشان 2% دول هيساعدوني في الفاينانس، فانا برضه ايه طلبت كاني طلبت مساعده او حولت الصوره على المالك. نفس الكلام اللي قلت له ادفع لي بدري. فالاربعه الخضر دول بيمثلوا لو استراتيجي، لو انت استراتيجيتك ان انت ايه اللي اقدر اخده من المالك. طيب لو هنتكلم عن اللي هو اللبني او الازرق، فحاجه من الاثنين مثلا ممكن تعملها. ممكن انت في السب كونتراكتنج تعمل سب كونتراكتنج الاكتيفيتيز. يعني طب ليه؟ يعني ايه الفكره في السب كونتراكتنج؟ لو احنا كنا فاكرين الرسمه دي، انا عملت سب كونتراكتنج ايه اللي حصل؟ انا قضيت على كل المساحه دي كلها كانت ممكن تبقى اوفر درافت من جيبي. انا عملت ايه؟ انا لا انا خليت السب كونتراكتور هو اللي يشيلها، وانا زي ما اتفقنا انا هدفع له باك تو باك. لما يدفع انا متفق مع السب كونتراكتور لما يدفع لي هدفع لك. فانا عملت ايه؟ كاني حولت الحمل بتاع الدفع من جيبي ده، بدل ما ادفعه من جيبي انا لا خليت السب كونتراكتور هو يدفعه من جيبي مش انا. نفس الكلام ممكن لو هعمله على مع الماتيريال سبلاير، اقول مثلا الماتيريال سبلاير انا مش هدفع لك مثلا لما يدفع لي المستخلص. فهو مثلا فهو سبلاير هيديك الماتيريال ويستنى على فلوس شهرين. في كلتا الحالتين انا حملت ايه؟ حملت على اطراف معايا في الكونستراكشن. ففي الاخضر انا حملت على الملك، وفي نفس او في الازرق انا حملت على اطراف معايا في الكونستراكشن. ممكن في الاسود اللي هو سبميتنج ايرور فري انفويس، ان دي حاجه عليك انت بقى كمقاول، انت تتاكد ان المستخلص بتاعك ما يوقفش، هيتقدم بيتصرف على طول. انا ما عنديش غلطات في المستخلص بتاعي، ما عنديش مشاكل في المستخلص بتاعي، فهي خلاص مش هستنى اكتر من هي الفتره هي بتاعت المراجعه وخلاص، اللي هو الشهر مثلا ايا كان. او ان انت ممكن بعد كده، او ممكن انت بقى في الاخر تعمل ايه؟ انك خلاص انا هحول الريسك دي كلها او الفاينانس كوست دي كلها على ايه؟ فاينانشال انستتيوشن. انا والله واخد قرض هيغطيني لحد ما الكاش اوفر درافت الكاش اوت اوف فلو ده يتمسح، وتبدا الانبوتس بتاعتي من المالك تبقى اعلى من الاوتبوتس بتاعتي. وساعتها انت برضه بشكل غير مباشر انت تحملها على المالك. ليه؟ لان انت في النهايه الانترست ده ما انت هتحمله على سعر العقد. الا لو انت هتحمله والله على البروفيت بتاعك مثلا، بهدف ان انت خايف ان المشروع يضيع منك مثلا، وان لما تزود سعر الانترست على سعر البيت بتاعك ده هيخسرك العقد، فساعتها يبقى انت محمله لنفسك. بس في العادي ولا انت بتحمله على المالك. طيب الكلام ده هيأثر ازاي بقى على الاوفر درافت او البروفيت بتاعي؟ فدي اول حاجه اللي احنا قلنا عليها، ان احنا عملنا انبالانسنج. فده الجرين بتاعي اللي هو الاوت فلو بتاعي، ده اللي انا بعمله، ده الشغل اللي انا عملته. والازرق ده الفلوس اللي انا باخدها بناء على الشغل اللي انا عملته. فانا جيت بعد اول شهر اديته المستخلص بتاع اول شهر، وهو اهو دفعه لي في الشهر الثاني بعد الريتينج وهكذا. فهنا زي ما احنا شايفين كل المساحه دي ده من جيبي. انا كل ده فاينانشال لوسز بالنسبه لي.
فانا عملت ايه؟ لما انا عملت انبالانسنج واقعيا تنفيذك زي ما هو، انت كتنفيذ انت منفذ الاخطار زي ما انت، ولكن اللي هيتقدم في المستخلص لا، ثانية واحدة كده عشان شكلي اتلخبطت في حاجة. اللي هيتقدم في المستخلص كأنك بس انت ما عملتش كده، كأنك عملت اللي هو الموف المخطط المنقط. ليه؟ ان انا لما عملت انبالانسنج انا عملت ايه؟ انا مثلا بدل مثلا ما بقول مثلا متر الخرسانة مثلا ب 1000 ايا كان باكس، انا قلت لا متر الخرسانة ب 1.2 اكس، وفي الاخر خالص بدل مثلا بقول مثلا متر الدهان بواي انا قلت لا ان هو 0.8 واي، لو افترضنا الاكس بتساوي الواي يعني. فانت في النهايه عملت ايه؟ خدت المكسب بتاع الواي وحملته على الاكس. فانا كمقاول كاني بقول له كاني ايه؟ غليت سعر ده وقللت سعر ده. فلو احنا افترضنا ان البروفيت ثابت على كله، فكان الكوست هي اللي زادت، فكان ده الشكل اللي هيشوفه المالك كتكلفه، وبناء عليه المالك هيدفع اللي بيتناسب مع الموف المنقط اللي هو هيبقى ساعتها الاحمر المنقط. فايه اللي حصل؟ دلوقتي انت عملت ايه؟ انا دفعت واقعيا من جيبي الاخضر، ولكن اتحاسبت مش بقى باللبني اللي هو الايكوفيلنت للاخضر الاخضر، لا انا اتحاسبت باللي هو الاحمر اللي هو الايكوفيلنت للبيربل. فلما تيجي تقارن الاخضر بالاحمر، لا بص ساعتها يعني اوفر درافت حالتك بقت افضل، يعني جيت في اول شهر كان عندك يعني بريك صغير، بعد كده تاني شهر البريك كبر شويه فبدا يبقى في بريكس افضل شويه. ما زالت مش البيست كيس، بس انت يعني ايه قللت على نفسك الاعباء بشكل لا باس به. يعني مثلا بدل مثلا في الشهر ده مثلا بدل ما كان الاوت اوف فلو بتاعك كان من هنا لحد فوق، بدل ما كان هيبقى كده، لا بقى مجرد من هنا لحد فوق، فقل معاك. فانت عملت ايه؟ انت قللت الاوت اوف فلو بتاعك قد ما تقدر. فدي اللي هي البيد امبالانس. فانا عملت ايه؟ انا شفت في المكسب بتاعي وشفت في الاسعار بحيث ان انا اقدر اقلل الجاب الفاينانشال على قد ما اقدر. ودي حركه البيد امبالانس. طيب الادفانس بيمنت اتكلمنا عليها قبل كده، ان انا في النهايه كاني رفعت الكيرف كله، فاللي هيحصل بدل ما كل ده كان من جيبي، لا دلوقتي بقت بس الحته دي هي اللي من جيبي والحته دي بس هي اللي من جيبي، فساعتها ده هيقلل عليا الفاينانس كوست بتاعتي. طيب السب كونتراكتنج قارن بين الاثنين، يعني ده الاحمر المنقط ده اللي هو لو انت كنت نفذت كل حاجه من جيبك. لما انت عملت سب كونتراكتنج ايه اللي حصل؟ انت عملت شيفتنج للكوست، يعني انت ما عملتش حاجه غير كده، بدل ما انت هتدفعها لا هي مره واحده هتدفع جزء فيرتيكال للسب كونتراكتور. نفس الكلام طبعا، يعني ده اكيد مش مشروع واقعي، دي حاجه كده يعني حاجه كده وهميه عشان بس خاطر الموضوع الكونستي اوصل للناس. نفس الكلام، فشوف كل ده انت وفرته فاينانشال جاب. عشان يوضح اكتر، لو احنا بقى رسمنا مين؟ لو احنا رسمنا الانفلو بتاعك، انا هو مثلا ادي المالك كان هيدفع لي هنا كده اهو اول مره، بعد كده ثاني مره مثلا، بعد كده ثالث مره، وهكذا ايا كان. فلما تقارن يعني قارن بقى الخط الازرق بالخط الاحمر بالبرتقالي، فانت هنا اشوف انا كنت كان لو انا كنت ما عملتش سب كونتراكتنج كان كل المساحه دي ادفعها من جيبي، ولكن بعد عملت سب كونتراكتنج بقت دي بس. نفس الكلام هنا، لو انا ما كنتش عملت سب كونتراكتنج كان كل ده من جيبي، بينما بعد ما عملت سب كونتراكتنج ده هبان بشكل عنيف قوي هنا. لو انا ما كنتش عملت سب كونتراكتنج كان كل ده من جيبك، بينما بعد ما عملت سب كونتراكتنج بقى ده فقط اللي من جيبك. فدي فكره السب كونتراكتنج، انت عملت ايه؟ انت شيلت السب كونتراكتور الليله، انت شيلته العبء الفاينانشال ده، بدل ما انت بتعمله هو اللي هيشيله. طب هل يعني السب كونتراكتور هيشيله كده يعني جدعانه؟ لا، فانت في النهايه ناخد في اعتبارنا ان ده ممكن، يعني في النهايه لما انت بتعمل سب كونتراكتنج ده هيزود عليك الكوست عن لو انت كنت انت اللي عملت الاكتيفيتي. ليه؟ انا لما انا هعمل اكتيفيتي انا هاخد مكسب، بينما لو كنت سب كونتراكتور عامل اكتيفيتي سب كونتراكتور هياخد مكسب وانا هاخد مكسب. فايه اللي هيحصل؟
وممكن في النهايه ده ينتج عنه في النهايه ان ايه، في فرق ما بين التو توتال كوست، ان هو في النهايه لا كده انا كسب كون، لو انا عملت سب كونتراكتنج كتير فتكلفة العطاء كله هتعلى سنه، الا لو انت قررت قلت لا خلاص سب كونتراكتنج مثلا، لو انت مثلا انا محتاج ان انا اقلل احتمالات ان انا اخسر العقد ده، فانا هتنازل عن مكسبي في السب كونتراكت اكتيفيتيز، وساعتها انت البروفيت بتاعك هيقل. بس فده لو انا بعمل سب كونتراكت، وازاي بيحل مشكله الفاينانشال جاب بتاعتي. طيب عشان احسب الكلام ده بشكل دقيق اسهل لي اعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها الاوفر درافت بروفايل. فانت عندك اوريدي الاس كيرف بتاعك او الكاش اوت فلو بتاعك اهو، وادي الكاش ان فلو بتاعك، هنا انت واخد موباليزيشن اهي حلوه، وبعد كده بدات تتحرك وهكذا. فكل ده، فانا عاوز احسب الاوفر درافت بتاعي، ده الصفر بتاعي اهو. فمن الواضح ان اكيد اوفر درافت اللي انا دافعه من جيبي في الاول، بما ان الان فلو اعلى من الاوت فلو، هيبقى بوزيتيف. بعد كده بعد الفتره دي كل ده زي ما احنا شايفين الكيرف بتاع الاوت فلو سابق الان فلو، فينتج عنه ده نيجاتيف. فكل ده اوفر درافت، اللي هو في النهايه بيقول لك والله انت دافع قد ايه، الشكل اللي انت دافعه من جيبك ده عامل ازاي. فانا اهو في الاول كنت بوزيتيف، يعني داخل لي فلوس مش دافع حاجه من جيبي، وبعد كده ده الصفر بتاعي اهو اللي تحتي كله سالب. من اول النقطه دي كده انا قاعد بدفع من جيبي، بعد كده دفعته من جيبي اقل شويه لان خدت دفعه من المالك، بعد كده بدفع من جيبي تاني بيزيد قل بيزيد قل بيزيد قل بيزيد قل لحد اخر نقطه في الاخر. اخر نقطه دي بتمثل ايه؟ دي بتمثل ربحك الصافي في الاخر دي. بعد ما اتاخد منه الكوست، ولو في انترست كال منه جزء او كلام من ده. بس فده شكل تاني برضو، ده شكل يعني ادق الاوفر درافت بروفايل. فده مثلا يعني برضو من مهارات انت تعرف تقرا البروفايل، مثلا انك مثلا ممكن مجرد بصيتك للاوفر درافت بروفايل تعرف ان فين السب كونتراكتور، يعني هنا مثلا فين السب كونتراكتور، لو ممكن مهندس عمر يفتح المشاركه للناس لو حد يعرف، يعني يقول لي بس هي في انه شهر السب كونتراكتنج في انه شهر. بعزكم اللي عايز يرفع بس يعمل راس هاند او يكتب في الشات، يكتب في الشات على طول، بس يقول مثلا هو رقم، يحط رقم يعني شهر كذا. اديكوا دقيقه كده تفكر. في حد كتب شهر 6. 6 ماشي، في شهور تانية ولا 6 بس؟ في شهر 6 6 7 3 تمام 6 تمام ستة كتير. طيب خلاص نوقف على كده. طيب نقرا مع بعض الشارت. فين الصفر بتاعنا الاول؟ برتقاني بس واضح، ادي الصفر بتاعي اهو. فاول سؤال، هل انا اخدت موبلايزيشن؟ هل انا اخدت دفعه مقدمه؟ لا، ان انا بادئ من الصفر دافع فلوسه بالنيجتيف، واضح ان انا ما خدتش. فرقم واحد انا ما خدتش موبلايزيشن. رقم اثنين، ده انا دفعت في الاول حبه فلوس لسبب ما، هل مثلا دفعت بوندز او كلام من ده، او ممكن تكون خدت موبلايزيشن عاليه بس كان عندك تكاليف عاليه قوي فخلصتها كلها وكلتها. فحصل ايه؟ ادي اول، ادي فانا من الاول كده انا دافع 9000 وشويه من جيبي، بعد كده نزلت الميل ده ليه؟ انا بدفع طول الشهر. بس هل انا قبضت اي فلوس؟ لا. ليه ما قبضتش اي فلوس؟ ان انا قبضت اي فلوس في اخر اول شهر كان الكيرف هيطلع لفوق، ما طلعش لفوق، معنى كده ما قبضتش اي فلوس. بعد كده فضلت ادفع من جيبي، ادفع ادفع ادفع، انا قبضت فلوس على ثاني شهر؟ لا برضه ما قبضتش. بعد كده ثالث شهر بدفع 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 بدفع. ليه الميل مختلف؟ على حسب انت بتدفع قد ايه. فواضح في الاول كنت بتعمل اكتيفيتيز مش مكلفه قوي، بينما واضح في الشهر الثالث اللي هي ما بين اثنين وثلاثه، لا انا بعمل حاجه مكلفه، فالكيرف بدا يبقى حاد، بينزل بشكل حاد. تمام. بعد كده الكيرف نزل حته صغيره خالص. ايه الحته الصغيره دي؟ بتمثل ايه؟ وخلي بالك برضه هي نزلت في الاثنين في الشهرين دول، يعني انت شايف عندك رقمين بس هم اولموست مش باينين، هي باينه هنا اكتر. ليه نزلت الحته الصغيره دي؟ دي اللي هي التكلفه الفاينانس. انا دافع من جيبي، طب انا دفعته من جيبي ده مش عليه انترست ريت؟ سواء لو انا اخده قرض من البنك او اللي هي الريتيرن اوف انفستمنت بتاع الشركه بتاعي اللي هي تكلفه الفرصه الضائعه بتاعتي، فانا كاني دافع ده من جيبي، انا خسرت الفلوس دي بتضيفها. بعد كده طلعت فوق، معنى طلعت فوق انا خدت دفعه من المالك. تمام. بعد كده بدفع 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 من جيبي،
وبعد كده نزلت نقطة تاني وطلعت حتة صغيرة، واضح إن الدفعة المرة دي كانت ضعيفة جدا. وبعد كده نزلت وطلعت حبة كبار. ليه الدفعة المرة دي كانت ضعيفة جدا؟ إن هو بيدفع لي بعد شهرين، بعد كام شهر، بعد كده شهر. يعني بص أنا أهو أنا المستخلص ده خدته بعديها بشهرين، والشهر التاني ده اللي هو كان أصلا تكلفته قليلة قوي، فده اللي خدته في الحتة دي، عشان كده هنا المستخلص كان قيمته صغيرة اللي أنا خدتها، وهكذا. فنزلت طلعت، جه هنا بقى حصل حاجة غريبة. أنا طلعت كل ده أهو، وبعد كده نزلت مرة واحدة تاني. الحتة اللي نزلتها مرة واحدة تاني دي اللي هي إيه بقى؟ دي اللي هي السب كونتراكتور، صح زي ما نسأل، دي اللي هي ستة. إن إحنا زي ما اتفقنا كانت الأجريمنت باك تو باك، لو افترضنا إن هي باك تو باك، فاللي حصل إيه؟ أنا دفعت أول ما الملك دفع لي، رحت واخد والفلوس وهي لسه في إيدي، اتفضل السب كونتراكتور فلوسك إيه؟ بس وبعد كده بكمل عادي. فنفس الكلام هنا، في سب كونتراكتور أهو في شهر 7، 8 ما عنديش سب كونتراكتور، 9 ما عنديش، جيت في شهر 10 لا عندي سب كونتراكتور، 11 عندي سب كونتراكتور. بعد كده من اول 12 الخط بقى هوريزونتال، ده معناها ايه؟ انا خلاص المشروع خلاص، ما بدفعش حاجه تاني من جيبي، ما بدفعش حاجه. بس بالرغم من كده الخط مش هوريزونتال 100%، في فرق صغير، دي 15000 دي 16000. ده ليه؟ يا اما انت بتعمل حاجه صغيره جدا، اكتيفيتي صغيره جدا جدا فمش باين، او دي الفاينانس، ان انت حتى الان لو انت ملاحظ احنا ما زلنا تحت الصفر، فدي التكلفه الفاينانس، فلوسي العطلانه اللي انا ما خدتهاش لسه. بس فعشان كده الخط اولموست هوريزونتال، هو مش هوريزونتال، فغالبا ده ممكن يكون بسبب الفاينانس. بس بعد كده خدت دفعه من بقيه المستخلصات بتاعتي، وجيت في الاخر خالص خدت اخر الدفعه وخدت الريتينج بتاعي. واوضح ان المشروع ده كله انا شغال من جيبي، يعني لو رسمنا اللي هو الاس كيرف والانكم، فهتلاقي الاس كيرف كده والانكم ما قطعوش في ولا حته خالص، لحد ما مش هيقطعوا الا في الاخر خالص. ليه؟ انا على طول بالسالب، على طول دافع من جيبي، مفيش ولا مره طلعت فوق الصفر غير في الاخر خالص لما خدت فلوس. فدي كده يعني دي برضو الحته انك ازاي تعرف الاوفر درافت بتاعك ماشي ازاي. طيب زي ما شفنا هو بياخد شكل ايه؟ بياخد شكل اللي هو السوتوث اللي هو يعني زي سنان المنشار، هو الكيرف دايما يعني مشرشر كده. فدي اول ملحوظه على الاوفر درافت. كل الفاليوز بيفور زيرو، اسف، كل الفاليوز اللي تحت الصفر زي ما احنا قلنا بتريبريزنت ايه؟ فاينانس او فلوس انت محتاج تحط عليها انترست شارج، ان الفلوس دي يا اما دافعها من جيبي او واخد فبدفع عليها فرصه التكلفه الضائعه، او والله دي فلوس يعني انا واخدها قرض فبدفع عليها انترست كده. تمام. من خلال الاوفر درافت انت بتشوف والله فين اكبر حته، اكبر اللي هي البيك فاينانشال ريكوايرمنت، فين اكتر وقت انا محتاج فيه فلوس، يعني انا مثلا اللي هي اوطى نقطه بس ساعات انا محتاج يعني الفتره دي فعلا هيبقى عندي مشاكل كبيره في الفلوس، انا دافع من جيبي كتير قوي، طبعا كتير قوي كومبيرد بالقيمه بتاعت المشروع يعني. وفي نفس الوقت انت ممكن تعرف انت مكسبك هيبقى النت بروفيت بتاعك كام، وركز في كلمه نت بروفيت، انا ما بقولش بروفيت، انت في النهايه زي ما احنا شفنا هنا الفاينانس بياكل، قاعد بياكل من التكلفه بتاعتك، اسف، قاعد بياكل من البروفيت بتاعك. زي ما احنا شفنا انت بتنزل بعد كده بتنزل حته ثانيه صغيره الفاينانس، فده قاعد بياكل من البروفيت. فممكن تقول مثلا يعني مثلا في النهايه انتهى بيك الحال البروفيت 14000، لو ما كانش حصل الفاينانس ده وكان الكيرف كله فوق الصفر ممكن تلاقي مثلا البروفيت لا كان هو كان 25000 مثلا، ب 14 بسبب المشكله دي. ففي فرق بين البروفيت اللي انت مخطط له والنت بروفيت اللي هو ان انا هاخده فعلا في النهايه يبقى مكسبي ده في النهايه. تمام. اوكي. اخر حاجه. اظن دي اخر حاجه. نفصل شويه في موضوع البيد ان بالانس. احنا شرحنا البيد ان بالانسنج هنا وقلنا ايه اللي بيحصل ويعني فهمنا ازاي بيشتغل، بس محتاجين يعني نبحث اكتر في الدوافع بتاعته. فمبدئيا البيد ان بالانسنج ساعات بيسموه فرونت اند لودنج، انك بتعمل لودنج يعني بتاخد اللود او الحمل بتاع الكلفه من الاند من النهايه للبدايه للفرونت. تمام. فانت بتعمل ايه في البيد ان بالانسنج؟ بترفع سعر بعض الايتمز في العطب بتاعك وبتقلل سعر الايتمز الاخرى، بحيث في النهايه انت بتسيب التوتال بتاع المشروع زي ما هو. كل اللي بتعمله ان انت بترفع اسعار حاجات وتقلل اسعار حاجات. طيب يبقى معنى كده ان انت لو بحافظ على البيت توتال والكلام ده المفروض اعمل الكلام ده بيفور ولا افضل بيت سبميتال؟ المفروض يبقى قبل،
ان انت بت انت بت بت بتعيد تسعير الايتمز. ما ينفعش بعد ما تقدم عطى بسعر ايتم معين تقول لا انا هغير في الاسعار. فانت من الاول انت في الاول بتعمل ايه؟ بتعمل استيم الطبيعي وتشوف والله كل ايتم سعرها كذا. بعد كده بيروح لبتاع الفاينانس او انت لو انت هتمسك انت موضوع الفاينانس وهتعمل فرونت اند لودنج ده، هتقول لا انا هعلي قيمه الاكتيفيتيز دي شويه واقلل قيمه الاكتيفيتيز الايتمز دي شويه واقلل قيمه الايتمز دي شويه. ليه؟ عشان نقتل الجاب اللي عندنا بحيث نقلل الاوفر درافت والكلام ده كله قد ما نقدر. طيب ايه الاهداف بتاعتي؟ حاجه من الاثنين، يا ماكسمايز البروفيت اللي احنا قاعدين نتكلم عليه من الاول اللي هو نقلل من اللي هو الحاجات اللي من الانترست اللي بياكل من المكسب بتاعنا والكلام ده، او ساعات ان انت عاوز تماكسمايز الايرلي انكم، انا عاوز ازود الفلوس اللي هتجيلي في الاول، سواء بهدف برضو ان انا يعني اقلل الاوفر درافتس والكلام ده، او انا محتاج السيوله، محتاج الم السيوله، محتاج بس في النهايه انا محتاج ازود الايرلي انكم. طيب في ممكن يكون اهداف اخرى يعني، بس دول المين اوبجكتيفز، وعلى حسب الاوبجكتيف بيكون التكنيك بتاعك هتعمله ازاي. فلو جينا للايرلي انكم، انا عاوز ازود دخلي في الاول عشان اقلل الاوفر درافت والكلام ده، دي اعملها ازاي؟ فدي سهل خلاص، طالما انا عاوز هي من اسمها عاوز ازود الايرلي انكم، يبقى انا هزود سعر الايرلي ايتمز. فتيجي في الايتمز اللي في الاول كلها هتزود سعرها انت من الاول، مثلا عشان هتقول مثلا انا هزود مثلا بنسبه 15% وهقلل كذلك بين 15%. فانت بتحط الليميت بتاعك والله انا خلاص انا هزود ايرلي ايتمز. خلي بالك ما ينفعش تهرج يعني وتقول اول ايتم هي ب 100% من سعر المشروع يعني، ففي النهايه انت يعني بتقول ارقام منطقيه. فبيبقى ليك رينج معين بتشتغل فيه مثلا 5% 10% ايا كان. فبتزود سعر الايتمز اللي في الاول. وعشان تحافظ على نفس سعر البيد محتاج بقى ايه؟ اللي انت زودته هنا في الاول تنقصه في الاخر. فتنقص اللي في الاخر. وتفضل تزود وتحاول تزود او تنقص قد ما تقدر. يعني ايه؟ يعني افترضنا مثلا ده انت مثلا عندك تايم لاين وعليه مثلا 10 اكتيفيتي بيحصلوا في الترتيب بالترتيب ده، هم بالترتيب بتاعه ده الترتيب بتاعه. فانت زودت اول واحد، فمحتاج عشان توازن التزويده بتقلل اخر واحد، بعد كده بتزود تاني واحد، بتقلل اخر واحد اللي قبل الاخير، تالت واحد من قدام زودته، تالت واحد من الاخر قللته. طبعا بنسبهم هتلاقي مثلا في النهايه مثلا ان مثلا في الاول دول مثلا نسبهم اكبر، فهتلاقي مثلا ايه محتاج تقلل ده، محتاج تقلل ده بس نسبه اصغر، بحس ايه ان انت تحافظ على التوتل بتاع العقد كله زي ما هو، انت محتاج تمنتين التوتل زي ما هو. طيب التكنيك ده ينفع مع انه نوع من انواع العقود؟ يعني لو انا بحاسبك بالايتم ينفع؟ نظريا ينفع طالما انا ظبطت سعر الايتم خلاص. لو انا بحاسبك باللامسم مش يونت برايس ينفع؟ برضه ينفع، لان في النهايه انا بقدم المستخلص بقدمه باليونتس. السؤال ده هيوضح اكتر كمان في التكنيك التاني. طيب فده مثلا مثال لو انا مثلا بماكسمايز الايرلي بروفيت. فوالله فانت عندك ترتيب الاكتيفيتيز بالتنفيذ اهو، فانت هتعمل ايه؟ رقم واحد اهو ورقم اثنين ورقم ثلاثة، هتعمل لهم ريز اللي هو باللون الأزرق ده 15%، فزودته. فأنت عندك أوريجينال برايس أهو، عملت إيه؟ ضربته في 0.1، ضربته إيه في 1.15، بدل ما يبقى 38,000 بقت 44,000 وهكذا. تبدأ من تحت نفس الكلام، بتعمل بتقل. فواضح إن أول ثلاثة دول قيمتهم كبيرة بالنسبة، أو أول أربعة دول قيمتهم كبيرة أوي بالنسبة للباقيين. واحد ب 46,000، واحد ب 310,000، واحد ب 69,000، واحد ب 38,000. واضح ان الباقيين مش هيسدوا معاهم، فعشان كده تلاقي في كتير اضطريت اقللهم عشان احافظ على نفس السعر. لحد بيجي واحد في الاخر اللي هو ايه بقى بوزن بيه الموضوع في النهايه. فده مثلا ايه ده حصل ايه؟ ده حصل له ان احنا هنقلله بس مش بكل 15%، قللناه بس ب 5% وشويه. 5.7 0.57 نص في المية. فده اللي احنا عملناه عشان نماكسمايز الايرلي برايس. طيب لو انا عاوز ماكسمايز البروفيت فايه؟ اظن كان في باشمهندس ممكن باشمهندس عادل اللي قال المثال ده المحاضره اللي فاتت، هو كان بيتكلم على حته ان هو كان جالهم مشروع وهم كانوا عارفين يحصل فيه يعني اوفر ران في كيف حاجات معينه فلعبوا عليه. ايه الفكره في الحته دي؟ انت في النهايه انت عارف ان في مشكله هتحصل في الحته دي، وان الحته دي هيحصل فيها ان البرايس الكميات مش زي ما هي متقاله، لا الحته دي هيحصل فيها الكميات هتزيد، او هم هيضطروا يعملوا تعديله في الديزاين كلام من ده انت شايفها، فلازم هيزودوا كميه الحته دي.
فبتعمل ايه؟ تروح واخد الربح بتاعك محمله عليها كلها. يعني تعمل ايه؟ يعني انا مثلا الربح بتاعي مثلا كان 5% مثلا، فهتعمل ايه؟ هتيجي في الحته اللي انت عارف فيها اوفر ران، لا ده انت هتخلي ربحك 10% فيها، والتانيه وبقيه الحاجات تخلي ربحك صفر. ليه؟ لان انت عارف ان دي يعني عددها هيزيد، فمعنى كده ان انت خدت ال 100% زائد اي ربح هيجي من زياده العدد. انت يعني انت لو انت حتى ما حصلش اوفر ران، فانت ما زلت انت واخد ربحك 100% زي ما انت كل اللي انت عملته خدت الربح من هنا وحطيته هنا. بس اول لما يحصل اوفر ران انت، لا ده انت كده ربحك هيزيد، ان خلاص اي كل ما تزيد ايتم زياده انت هتاخد ربحها زياده. بس فانت محتاج تعرف ايه اللي فيه اوفر ران، وايه لو في حاجه فيها اندر ران، يعني فيها كميات هتقل. لو انت عارف في حاجه هي فيها كميات هي اصلا هتقل، فساعتها انت لا انت ممكن تعمل دبل المكسب، ان انت لو انت عارف دي كده كميتها هتقل، فدي اللي تحطها ودي اللي تقلل فيها الاسعار، بحيث ان لا خلاص فساعتها الحاجات اللي هي فيها صفر مكسب هتقل كمان. فمعنى كده لا انت زدت مره في الاوفر ران وزدت مره في الاندر ران، وفي النهايه برضو بتحاول تمنتين البيت برايس. طيب يجي هنا سؤال، ايه بقى، هل مثلا الكلام ده ينفع في لامسون؟ لو احنا متفقين وانت اللي هتشيل الديزاين، ويعني انت اللي شايل مثلا ريسك على الديزاين والكلام ده، ساعتها لا ما لهاش لازمه. انت في النهايه انت كده كده اللي هتدفع، انت كده كده اللي هتشيل التعديلات. فالكلام ده امتى؟ لما تكون البيمنت بيزد على الاكشوال كوانز. انت في النهايه انت هتدفع، انت هيدفع لك بيزد على الكميات الحقيقيه اللي حصل. لو مش هيدفع لك كده ساعتها لا محتاج تراجع استراتيجيتك تاني، ساعتها ممكن لا الموضوع ما ينفعش معاك. فدي مثلا نفس الفكره، انا عارف ان البيربل دول هيحصل لهم اوفر ران، رحت مزودهم كلهم ب 11%، وعارف ان السلاب اللي هم الزرق يحصل لهم اندر ران، رحت مقلل لهم 11%، بس لسه الموضوع ما وزنش، محتاج ان انا اوزنه، فابدا اقلل تاني. لما تبدا تقلل ابدا قلل من الملف في الاخر. ليه؟ كانك انت بتعمل ماكسمايزنج الايرلي انت، ان ساعتها تبقى خلاص خبطت عصفورين بحجر، فابدا اقلل برضو اللي في الاخر، لحد ما في الاخر جيت في اللي هي الستيل جيرلز او رقم 7. فدي في النهايه ايه، محتاج ان انا اقلل حبه صغيرين ب 0.19% عشان خاطر بس ايه احافظ على نفس التوتال. فانت شايف ان ده الاوريجينال توتال 1,016,000، نفس الكلام البيت توتال برضو ما زال بعد ما عملت الاوفر، عملت التغيير في النسب، ما زال 1,016,000. بس ده البيت امبالانس. بكده نكون خلصنا المحاضره دي، واهلا بالاسئله. جزاكم الله خير يا دكتور. لو واحد عنده سؤال يعمل راس هاند. في سؤال المهندس معاذ حسن، هل يمكن للجنه البت رفض العطاء لاني عامل عطاء غير متزن حتى لو كان السعر الكلي هو السعر المناسب؟ والله ما اعرفش، يعني حسب اللجنه ما اقدرش اجاوب على السؤال ده صراحه. تمام. وخلي بالك يعني في ناس بتتكلم يعني هل ده ايثيكال اصلا ولا مش ايثيكال؟ يعني خلي بالك احنا اتكلمنا على حاجات كتير، يعني ممكن يعني يكون الايثيكال ممكن يعني ممكن نتكلم مثلا في عطاء مثلا، للاسف بنتكلم في القروض مثلا، بنتكلم احنا اتكلمت على لونز دلوقتي. فاحنا ممكن نخش في سؤال يعني هل ده ربا ولا مش ربا؟ هل ده قرض؟ في يعني فوائد غلط، ان في النهايه حتى من الموضوع يعني بعيدا عن عن الدين، ما في النهايه الانفليشن والكلام ده، ما هو في النهايه يعني ايه تاثيره على الناس؟ يعني في النهايه الفكره ان تحط انترست ده ليه تاثير اقتصادي على الناس، ففي ضرر معين على الناس، فايه فين الموضوع ده يعني؟ فانا احنا بنشرح اللي بيحصل والبراكتس، بعد كده في النهايه يعني لو انت تقدر تضيف الجزء الايثيكال بتاعك اكيد. فهل مثلا البيت ان بالانسنج ده حد يقول لك لا دي مش امان، انا كده مش امين؟ لو انا لو مثلا موضوع الاوفر ران مثلا يقول لك طب لو انا عارف اوفر ران لا المفروض اقول له ولازم اقول له مش عارف. ففي فرق بين احنا بنتكلم على الحته الايثيكال، وبشمهندس عادل رفع ايده فممكن هيفيدنا في الموضوع ده، بالذات ان هو كان اتكلم على الموضوع حصل فيه اوفر ران قبل كده. بشمهندس عادل استاذنا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور مروان كويس ان حضرتك فاكرنا، يعني ده شرف لنا الحمد لله. ربنا يبارك فيك حضرتك. هو الموضوع بتاع الانبالانس ده في بعض اللوائح بترفضه، يعني زي احنا عندنا في المقاولين العرب لما بنطرح مناقصه بنبقى عاملين بنقول بشرط توازن التعاقد، يعني لما بنلاقي مقاول برضه عامل انبالانسنج بنرس عليه بس بنجيبه
وبنعمل له قائمة تانية متوازنة. يعني دي عندنا يعني هي في القانون العام مش موجودة، أما في لائحة المقاولين العرب بنعمل حاجة اسمها توازن العطاء، بعد ما نرسي العطاء بالقيمة الإجمالية احنا من حقنا نحط أسعار متوازنة للبنود. يعني في بعض المقاولين لو المقاول قوي. لو المقاول أرجيو مع حضرتك إن لا أنا مش عامل أنبالانسنج ودي القيم بتاعتي، يعني حضرتك منين ببقى حاطط في المناقصة أصلا وأنا طارح ابتدائيا إن أنا من حق الشركة عمل توازن للعطاء بعد الرسوم، ببقى حاطط الشرط ده. طب هل عشان ما يجيش يعني مقاول ياخد الحفر مثلا متر بإيه؟ فضل. هل حضرتك وانت يعني هل حضرتك معنى كده ان انت مثلا وانت بتطلب من الناس يدوك عطاءات بتكون انت مديهم سعر تقريبي ليك انت بحيث هم لو زادوا عنه وهم عارفين ان هم كده بيعملوا امبالانسنج وان انت هتعدلها لهم، ولا بتمشوها ازاي؟ لا طبعا لا، السعر التقديري ده بيبقى سيكريت، بيبقى في ظرف مغلق محدش بيبقى ايه عارفه، لكن انا لما بطرح بشوف اقل الاسعار كتوتال وبعدين بشوف بقى القايمه بتاعته متوازنه ولا لا. يعني ممكن هو يعمل لي متر حفر ب 500 جنيه ومتر البياض بواحد قرش او ببلاش. تمام. طيب ايه التولرنس بتاعكم قد ايه؟ يعني لو انا مثلا عملت امبالانسنج مثلا بس 5%، مش الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، 5%. لا إيه لو 5% طبعا ما بتعدي، لكن احنا الحاجه اللي هي يعني تبقى حاجه الفجه قوي دي اللي ساعتها دي اللي بنعمل توازن فيها. بس انا كنت عاوز اسال حضرتك بالنسبه لما اجي اعمل انا توازن في الكاش ان، انت حضرتك قلت من ضمن الحلول ان انا اجيب سب كونتراكتور، بس سب كونتراكتور هياخد جزء كبير من ربحيتي، يعني هو سعره هيبقى بالزبط. اعلى انا حضرتك لو انا في الرسمه وضحت الحته دي ان هو في النهايه قلت اللي هو الاحمر ده اللي هو لو انت لو حضرتك عملت الكير فانت شايف الازرق هو مخلص فوق التاني، فده كوست عليك وانت في النهايه دوبك، يعني مش هيبقى يبقى انا اكلت من ربحيتي يعني بالظبط. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت بتوضح ان هو في النهايه لو احنا كملنا بقيه الكيرف بتاع المالك انت في النهايه خلاص انت كده كده هتقبض ده، فربحك هو بين مسافتين. فربحك في حاله لو انت اللي عملت الشغل بايدك يبقى كل دي نوع الاحمر انا متقدم الاحمر، انما ربحك لو انت الميزة الوحيدة ان انا التزمت مع العميل ونفذت المشروع بغض النظر بقى عن الربحية التزام. هو في النهاية يبقى قرار على حسب، يعني ممكن في ما مثلا الفاينانشال كوست غريبة، في مثلا تضخم مرعب مثلا فالفاينانشال كوست ساعتها لا، فانت هتقول لا اللي انا لو انا عملته من جيبي ده الكيرف الاحمر ده لا، ده هيبقى حاجة مثلا عاملة كده هيبقى مجنونة كده، لان في مثلا ساعات الفاينانشال كوست لو انا خدت قرض هيدفعوني 20%. تيبيكالي الكلام حضرتك صح، هو نظريا في الظروف العاديه انا بس بحاول يعني افتح مع الناس جميع الكيسز، مش الناس تاخد الكلام على انه قران كذا يبقى كذا، لا هي يعني في النهايه يا جماعه انت تكون فاهم الانفايرمنت بتاعتك. فتيبيكالي زي ما احنا قلنا يعني هو في النهايه السب كونتراكتور هياكل من الربح بتاعك، الا لو انت تاخد ربح فوق ربحه وساعتها قيمه العطاء بتاعك بيزيد وممكن انت تخسر ممكن العدد. تخسر تمام. لا ماشي يا فندم، انا متشكر جدا وانا يعني سعيد، وكان نفسنا تستمر معانا اكتر من كده، لكن انا سمعت ان هم بيقولوا دي اخر محاضره للاسف. ان شاء الله بس يعني اخلص زحمه الشغل اللي عندي دي وان شاء الله يعني نعمل حاجه ثانيه ان شاء الله، نعمل بقى استكمال باذن الله. متشكر ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك يا استاذ باشمهندس شريف. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا يعني متشكرين جدا طبعا يا دكتور مروان، وحقيقي يعني سعدنا بالمحاضرات بتاعت حضرتك، وطبعا نتمنى يعني حاجة جديدة نكمل فيها. وطبعا انا يعني بس حابب اشارك في بعض الحاجات، طبعا في مشروع كبير يعني في حاجات انا بس يعني ممكن تكون مش واضحه لان مش في المطبخ يعني بتاع موضوع الاسعار دوت، لكن مثلا في بيبقى حاجات تعاقديه تم الاتفاق عليها بين المالك والمقاول، وبعدين تلاقي مثلا
المالك دخل في بعض البنود وقال له لا خلاص انت الحاجات ديت انا هجيب لك مثلا، يعني لو معدات او حاجه كهربيه او لا انا هجيب لك الكلام دوت، وانت كده كده يعني انا كمالك حاجه طبعا تبع اجهزه سياديه ولا حاجه، انا هجيب الكلام دوت ومش هيبقى عليها ضرايب ولا حاجه، فانا هجيبها بسعر معين هخصمها منك فيما بعد، لكن انت مالكش علاقه بيها دي دلوقتي، يعني انا هشتري الحاجات ديت وهديها لك وبعد كده هحاسبك عليها. وفي بعض الـ 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 بعض المواضيع ان هي بتبقى مثلا لو لقى تسعير زياده شويه، يعني بيجي بيعمل تحليل سعر للبند، يقول له لا اعمل لي بريكنج داون برايس للبند دوت وقول لي ليه السعر ده عالي، يشوف هو مثلا لو معلي البروفيت بتاعه او زود المصنعيه او بيتدخل في الحته اللي فيها زياده سعر بشكل ان لا خلاص لا انا السعر ده نقلل في الجزء دوت، لان انا هشيل لك مثلا الضرايب في الحته دي، او الجزء ده مصنعيه عاليه جدا ما يحتاجش. ف يعني انا بس يعني بعض الحاجات دي انا محتاج توضيح ليها لو في مجال يعني. وهل من حق مثلا المالك ان هو يعني يشترط الحاجات دي بعد رسو العطاء، يعني خلاص هو اوريدي اشتغل اتاخر في جزء معين يسحب منه الشغل في البند دوت ودخل مقاول تاني وبعد كده يرجع يحاسبه على البند ده بالتكلفه اللي المقاول تاني طلبها ايا كانت، زائد مثلا بعض البنود لو شايف ان هو المقاول مش هيقدر يشتري المعدات بالشكل اللي يحقق الوقت المطلوب، فلا خلاص انا هتدخل وهجيب لك الحاجه ديت وهخصم منها. انا عشان انا توهت من حضرتك دلوقتي لا يعني انا بتكلم في ايه، في حتتين، يعني حته ان ممكن المقاول الرئيسي يتدخل في بعض البنود ويعمل بريكنج داون وليه السعر ده عالي والسعر ده ممكن يقل في حاجه زي كده، برغم ان انا ممكن يعني زي ما حضرتك بتقول كده انا اكون مقلل سعر ومعلي سعر يعني هو حضرتك ده جزء في النهايه تعاقد، يعني انت في النهايه احنا طالما احنا لسه ما ضيناش العقد خلاص انت بتقول لا، يعني انا في النهايه انا شفت العطاء بتاعك فبتواصل معاك، والله العطاء بتاعك مقبول ولكن في انت هنا عامل ان بالانسنج عنيف، يعني زي باشمهندس عادل قال من شويه، يعني في النهايه يعني ناس بتهرج عامل يعني لا لا هو طبعا الحاجه الغير منطقيه دي طبعا هي بتهرج يعني من الناس صعب يعني ان يحصل من شركات عشان كده لما انا كنت بدي اكزامبل كنت في النهايه بقول لك لا انت في النهايه ليك، انت في النهايه بتحدد نسبه بتقول والله 5% وفي النهايه انا بلعب في ال 5% دي، في النهايه انا بعلي ب 5% ولا بقل 5% ايا كان الرقم انت هتشتغل بيه، بس في النهايه يعني رينج مقبول، ان هو في النهايه ان انت هو ايه الفكره بان المالك بيرفض حاجه زي كده، ان انت في النهايه انت كده بتشيله كل الريسك، انت متى لما انت تحمل كله في الاول وفي الاخر خلاص انت اخدت فلوسك كلها في جيبك وخلاص، ومش ممكن ما اقول مش هكمل شغل، انا خلاص انا حسبتك على البدل اللي انا عملتهم وخلاص. بالك في النهايه لان المالك يعني محتاج يوازن بين حاجتين، ان هو يشيل الريسك وفي نفس الوقت هو برضه لو ما رضيش يشيل الريسك فالمقاول هيضطر يزود ثمن الريسك ده على سعر العقد. في النهايه هو بالانس انت محتاج تعمله، ان انا في النهايه ما هو في النهايه لو المقاول زود سعر الريسك ده على البند فانا طب ما انا اللي هدفع ده في الاخر كمالك. في النهايه لو في حاجه يعني هتساعدك انت كمقاول 5% الكلام من ده، وانا انا ممكن انا اسف لو 5% هتساعدك دي كمقاول فانا كمالك ممكن اتولوريت او ان انا يعني اتسامح مع 5% مش مشكله وهكذا يعني. السؤال الثاني كان ايه؟ السؤال الثاني بقى ان خلاص انت اوريدي شغال وفجاه كده مثلا في حاجات انت يعني مضطر ان انت تستورد الحاجات دي من بره، لا الحاجات ديت مش هتقدر تجيبها في التايم بتاعها نتيجه مشاكل الطيران او فالمالك يقول لك خلاص انا الموضوع ده انا هتكفل بيه وهجيبه واخصمه منك. ماشي ده في النهايه زي ادندم، يعني هو في النهايه بتضيف جزء على العقد ان ده كان كلام مش متفقين عليه قبل كده ومحتاجين نغير فيه، بيبقى تعاقد جانبي.
يعني او يجيب هو مثلا شركه يقول لك خلاص انا هتصرف واجيب الحاجه ديت ممكن يكون موجود اوريدي في العقد الاساسي يعني. انا يعني احنا ما بنتكلمش على عقود دلوقتي يعني، يبقى ده ممكن حاجه مختلفه خالص، بس ممكن يكون يعني في يعني في كلوزز بتتكلم على كده، لو حصل كذا ايه اللي يحصل، ايه اللي يتعمل، يكون في اتفاق اوريدي. والله لو انت مثلا لو في تعثر كذا فالملك ممكن يعمل كذا وهيخصم كذا من ثمن كذا وهكذا يعني. ايوه طيب، بس يعني نتمنى بقى ان حضرتك يعني تستمر معانا يعني ان شاء الله، يعني إن شاء الله. ان شاء الله. اشكرك جدا يا باشمهندس. ألف شكر لحضرتك يا باشمهندس، الله يكرمك. في حد عنده أي مداخلة؟ في حد عنده أي مداخلة؟ طيب أنا حطيت رابط الحضور عشان نسجل نفسها، وجزاكم الله كل خير يا دكتور، وإن شاء الله يعني بالتوفيق دايما، وإن شاء الله نستمتع بمحاضرات تانية بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.